يلا وانا جينا من قابس ولد اكبر منا صغيرة وش يبني انت يوم خلي ولدك معه انت صاحي مهبولة انت تعال شيل ولدك منا يلا راح غير حبه يا الله عزوز وش شعور الاب يعني يوم صرت اب والله شعوري في شيء حساسين هيك شوي هتطلع لبرا او لا شو ما بدي تعمل ولد لك تطلع لبرا يا عزيز شو عم تعمل جيب لي الحفاض والقنينة للولد اي غير والله شفتها زيتونة مش طيبة زيتونة لا تخطف ولدك ما تصير ولد زيتونة انتبه على ولد عزيز شوي شوي وش هالحركة هذه؟ ما شاء الله خلصت؟ أنا أول مرة أشوف أب كبر ولده خليه يقعد مع ولده أنت اشتبين بعد خليه يقعد مع ولده يستانس يصير يعرف أبوه زين ويصير يعرف أمه وما شبه يقعد مع بيوب إلا اللي يروح عند النسوان إيه؟ لا ما أبوه عاقل شو؟ من إيه؟ طلعها برا من إيه؟ ما بدي إياك عند الولد يلا هذا بابا هذا بابا تقولوا وين طالع؟ زيتونة ما شاء الله انت حاطه برج فوق راسك نزينا يا ناس ما بطلنا هيدا جوزي اعملي معه خلي خلي يطلع ولدي يتشمس شوي بالشمس الشمس انا بشمس الولد هو ما يقدر يلا طلعوا يلا اطلع اطلع طلعوا الولد طلعوا الولد حشرينا بالغرفه يا دخلي يلا دخلي خلاص خلاص سيدي عصفيه يا لولا يا لولا شو هذا ولدك هذا ابني كمان يا ولدي تبني هلا بس مو بلك لحق يعني مو بس ابنك لحق ما بعدني رايقه بس لانه نحن بالاوضه عند الولد نصلى لتحت حتى نتفاهم يلا 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 انزل انت يلا الولد حرام يعني يقول ان شاء الله بلاني بين اب ومهبل